رح نتابع محطاتنا، وجون اليوم قبل التحدي ورح فاجيكم كيف رح يطلع هلا. فينا نعمله هو فقره لحاله على يوتيوب، بس رح نشوف فيديوز مهضومين كثير بفتره الميلاد على يوتيوب مع جون. جون صباح الخير. اهلا وسهلا. بتعرف شو ناقصك؟ بس اعمل هيك مول هيك. لا مول هيك، بس انت عيونك ولا انت بريدي؟ لا ما فينا يعني. لا مول انت عيونك بريدي، اعملهم هيك طويله اكثر، بتصير جايب من الصين. بس لا يفهموا المشاهدين، ها 100 دولار ربحتها هلا من عمر. ثانك يو عمر، عيديه حلوه كانت. اول شيء بعيد كل المشاهدين ان شاء الله ينعاد عليك، ينعاد عليكم عن جد وكل الكروب تبع عالم الصباح. كل سنه وانتم بألف خير يا رب. بحب كمان عيد ست بليس اللي عملت لنا اطيب ترويقه اليوم أكيد. كمان وكمان بحب اذكر المشاهدين ان احنا كمان كان عندنا فقره على غير موجه. كان بدي احكي بفقره غير موجه كمان ان بارت عن سيدي تبع اللايونز وي سينج وي سيرف، اللي بحبوا اغاني النوال اللي ما لحقوا بعد يسمعوا اغاني النوال بعد عندنا فتره لل 6 اوف جانوري كمان عندك عيد نوال. فينا نشتري الالبوم تبع وي سينج وي سيرف، عم ينباع بالمحلات. البوم كثير حلو، عاملين مثل كفرز وريمكسز للاغاني تبع نوال. في عندك فنانين لبنانيه اغلبيتهم، في عندي كمان 2 اور 3 ستارز ارتست عم بيغنوا. بنصح كل المشاهدين عندي بيناتهم كمان هلو. في كمان افراد من نادي اللاينز كمان اللي عم بيغنوا، واللي هو اكيد رح يروح رايعه لاعمال خيريه هالسنه. صح اكزاكتلي. بنبلش بيوتيوب. يلا جو نويل. سانتا. رح نشوف فيديوز عن سانتا. بتخافي من سانتا او بتحبيه؟ لا ابدا بحبه كثير. شي مره نقزيك؟ هلا ما بحب حدا ينقزني سانتا ولا غيره، بس بحبه لسانتا كثير. خلينا نبلش باول فيديو. يلا. Wake up, Mr. Ahmed! Wake up, Mr. Ahmed! Mr. Ahmed, don't wake up! شو لا شيء كثير مجرم هالبابا نويل. بس هو اذا بتفكري فيها عن جد يعني بتكوني انت قاعده بالبيت بيجي على الساعه 12 بحط لك الجفتس وبفل، بتنقذي اذا نزلت شفتي حدا غريب؟ لا ما بتنقذي؟ لا واذا واحد ناطره بعيد الميلاد لا، بس ما يوعى الولع الشمينيه لانه ممكن مثلا يحترق اذا نازل بالشمينيه. ايه ما هيك؟ ما فكرنا فيه. بس انه حدا هيك يفجر حدا، انا هيك كرهته لبابا نويل هيدا. ما حبيتيه لبابا نويل هون؟ انا ما بحب حدا ينقذني، يعمل انفجار. انا يعني خبره بشعه معك يعني على التنقيذ صارت يعني. انا بجرب اوقات نقذها لغيدا بعدين بقول لا هلا بتطلع براسك بلاها انسى ما تنقذها. سنومان. بس هو مهضوم اوريدي يعني بابا نويل مهضوم كثير، شخصية حلوة ومحببة. صح امبارح كان ضيف معنا كمان يعني بابا أكيد. نويل كل نهار تعرفنا عليه. صح بتعرفي بتعملي سنومان إذا بتطلعي على الثلج بعدك هلا بتعملي سنومان أم لا؟ بتحبي تعملي سنومان؟ بتحطي جزرة لمنخاره وبتحطي له كفوف بعدك بتعملي أم لا؟ بحب تعمليها يعني. طيب خلينا نشوف هلا سنومان على طريقة ثانية. يلا. What's this thing doing? Alright, you gotta move out of here then.
All right, don't scare anybody. It's an evil snowman. I think it's disgusting, his attitude. Your videos keep me from studying, man. Why is this one? I saw what you did to that police officer. It was hysterical. Here's a gift from Santa for you, Mr. Snowman. Merry Christmas. Keep up the good work. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I was on the video once and I screamed, I just shit my pants. I did it again. Oh my God. Nice. بخصوص التنقيس، شو انا بحب التنقيس؟ بعرف انت غرامك التنقيس، بس انه بخصوص سنومان والتنقيس، اذا نقصتك شي مره غيره بتزعل منه؟ ما بزعل منك، بس انه ما تنقصني. الله يخليك. عم بطلب. ما فيك تطلب مني لانه اذا نقصني حتى لو انا اعطيتك الاوكي بدي انقص وقت اللي بتنقصني. خلص اعطيتيني اوكي. بتذكروا لجاك فروست الفيل؟ صح. وقت اللي بيموت بيه وبيرجع بيعملوا منه سنومان، حلو كثير هالفيلم. صح، هيدا هو يعني بدك تعتبري هيدا سكاري سنومان. ليه في عندك هلا نسبة مشاهدين من النسبة من اللي شاركوا بالفيديو ما نقزوا كثير لأنه صار معروف كثير، يعني في عندك فيديو عنده أكثر من 15 مليون فيوز، أكثر من 15 مليون واحد شايفه. يعني صاروا بيعرفوه، يعني في ناس طلعوا فيه قالوا له إنه أي نو يو. هو يعني بيعمل حاله جامد، وقت يقربوا على الناس بهز بينقزهم. هلا كل الحلقة أنا هون حضرتها لنحضر التوب سانتا كلوز فيل. يعني بتعرفي وقت تصلك الهدية سالمة، بس أوقات بصير في عندك حوادث ما بتوصل الهدية مثل ما لازم توصل. مهم ما يعلق بعجقة السير، هو منيح اللي بيجي على سلاي طاير. هو بياخد طريق بحرية إذا بيجي على الأرض. بيجي طريق بياخد بحرية بحرية. لأنه إذا بده يجي بالطريق العادية ما بيوصل. انسى، بينسى، بيوصل بعد يومين يعني. بنحضر الفيديو مع بعض. انه عم يعمل جهده هيك وقع وتفركش وما زبط معه الاشياء. ما فيك تحضر فيديو فيه اذى مع غيدة، ما هي بتشفقي عليهم. لطيفة انا كثير، ما معقول. انا شخص لطيف، انا شخص كثير لطيف، بس لما اكون جوعانه بصير شرير. وقت شريرة بتكون لطيفة؟ ايه بكون لطيفة حتى مع التعصيب. ايه مهم اكون جوعانه عالجوع، بس هلا خلص تروقتي من بدي. جوع وعجقة سير هدول اثنين بجننوني، بيطلع بصير مش لطيفة. مش بس اليوم طعمه تروقتي وما في عجقة على الطريق، بقى كله تمام. ايه مزبوط، خلص شفتني كيف لطيفة. ايه ما هي طيب، خلص خلص عن جد انت لمست هالموضوع. بنحضر ترقصوا على نوال؟ ايه اكيد ترقصي. انا غرامي اغاني نوال اصلا. وبترقصي على اغاني نوال؟ ايه اكيد. يعني نشوف شي رقصة امرا هلا. يلا نحضر الفيديو. 3 2 1
في اخضم منهم؟ فيك ترقصي هيك؟ يعني هي معلقه هيك بس صعبه يعني بتعرفي قد ايه بده يعني نحن عن جد نحضر الفيديو إيه؟ بيكون خالص هلا حضرنا دقيقه ونص منه يعني بيكون خالص الفيديو حضرتي بس قد ايه بده تحضير الفيديو قد ايه بيروحوا الناس ليحضروا وشغله صعبه يعني نحن بنرقص بتعرفي الدبكه تبعي قد ايه انشهرت فيها انت انا كمان بس ملك الدبكه هلا ليش في هيدي كمان جنوا نطوا بعتوها كمان بابا نويل عم يرقص دبكه في وحده تبع تويست كثير مهضومه كمان عم يرقصوا تويست كمان وفي غنيه بس اجنبيه مش ما بيقول جنوا نطوا لا نحضر اخر فيديو يلا نحضره مع بعض تبع نويل. الميوزيك تبع نويل بتحطك عن جد يعني ما بيكمل نويل بتحسي بلا الميوزيك تبعه والجو وحتى العجقه بتكون قاعده بالعجقه وحتى ميوزيك نويل بتروق لك اعصابك يعني ايه تروقي لازم يعني تجيبي سيدي فيه اغاني نويل تحطيهم تروقي تروقي اعصابك تروقي بلا خلص ما يجي حدا ينقزك على الازاز اهم شيء عن جد كثير الاغاني تبع نويل يعني كريسمس كارولز والكريسمس سونجز وكل الاجواء الميلاديه انا غرام بشهر كانون الثاني لانه كانون الاول واحد بضل عم بيعيد من اوله صح لاخر حتى كانون الاول يعني من دلنا جوي نويل نويل صح لا يخلص نحن كنا عنا فكرة غير موجة محضرين كوفرز تبع الأغاني تبع نويل المشهورين اللي منعرفون بس مغنيين بطريقة تانية بطريقة مختلفة جربنا نغطي الروك البونك كل شيء يعني في وحدة كتير حلوة كمان بس رح نقدر نطلع فيديو واحد منهم أندريا بوتشيلي نحضره مع بعض شو هالصوت الرائع مش معقول فظيع يلا نحضره مع بعض You better watch out You better not cry You better not pout Cause I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town. He's making a making list, a list checking it twice. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. You've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Be good for goodness sake.
يعني عن جد اذا المشاهدين حبوا هالغنيه وانزعجوا انه راح نكمل فيهم وبكل اغاني كل انا تري تنرز كمان حتلحق على باليس ست باليس هي يا حزيني ما خص بس هو لانه تاخرنا كثير بس ما في شك بتطير العقل هالغنيه واندريا بوتشيلي ما معقول وحتى عنده غنيه من قبل عملها هو المابت شو مع المابتس بتطير العقل يعني كمان الغنيه اللي بغني فيها جينجل بيلز سو عن جد انا خايف على ظهري بس انه الشيف ورا طعمتك وعملت لك اللي بدك اياه وشو بدك بعد هيك من دغري من عندك بس بتصيبيه لا هيك بتبين عرفت التريك لا اذا بتصيبيه ما تقصري لا حرام اذا ما بتصيبيه تصيبي حدا تاني حرام عياد مجيد عن جد غيدا وكل الكرو هابي بيرثدي ينعاد عليكم ميري كريسماس و نشوفكم جماعة الجاي ان شاء الله هابي بيرثدي اشرف كمان تينا نعايدك اشرف كمان ينعاد عليك واكيد ينعاد على الجميع وخاصه مثل ما قلت بالنسبه لنا نحن اسره عالم الصباح واسره تلفزيون مستقبل كل الاشخاص اللي بتشوفون على الشاشه انما في وراءهم اشخاص كتار موجودين بالكنترول بيكونوا موجودين باوضه الميك اب بالتياب بكل الديبارتمنت موجوده معنا باستوديو عالم الصباح وايضا بكل اسره تلفزيون مستقبل ان شاء الله بينعاد على الجميع جان انا اليوم هيك حابه امسك الطابه هيك شفتوا كيف احملكم اياها هيها احملها هيك مثل ما بنحمل البيراميد وهدول هدول اجواء نوال فضي نطلع على فاصل ونواصل صحيح واكيد خليكم معنا بعد شوي رح يكون عندنا محطاتنا المفصله مع بليز